بنرحب بالفنانة الجميلة تيسير فهمي اللي منورانا النهارده في بوابة أخبار اليوم. ربنا يخليكي، أهلا بيكي. نتكلم النهارده عن فيلم قالوا يا مصر، وكمان فكرة المواطنة. يعني هو الفيلم بكورة لإنتاج مجموعة من الأفلام الروائية القصيرة، لعمل مهرجان للأفلام القصيرة من مبدعين شباب، سواء كانوا سيناريست أو أصحاب أفكار أو مخرجين أو مصورين. يعني وهو الاهتمام بأنهم يبقوا مبدعين شباب، أن الشباب هو المستقبل، أنتوا المستقبل، فأنتوا اللي لازم بتورونا المستقبل هيبقى ازاي من خلال عيونكم، انتوا اللي هتعيشوه، وازاي شايفين مصر. والفن سواء كان افلام قصيره، افلام تسجيليه، افلام روائيه طويله، شعر، موسيقى، كل ده وسائل سهله للتاثير في المتلقي، ووسائل سهله لتغيير مفاهيم خاطئه وبس مفاهيم صحيحه، وتصحيح سلوك متلقي، وخاصه السن الصغير اللي هو انت سهل العجينه، زي ما بيقولوا زي العجينه بنشكله. الافلام دي لازم نركز فيها على اهميه المواطنه، وإن المفروض إحنا نتعامل كمواطن مصري لينا نفس الحقوق ونفس الواجبات، بدون تمييز، لا تمييز ديني ولا جنس ولا عرق ولا نوع ولا أي حاجة. وعش كده لما بنقول مواطن، مش لازم أقول مواطن ومواطنة، سيدة وفتاة، رجل وشاب، هذا التصنيف. ما أقولش مسيحي ولا مسلم، أنا لا يعنيني. ما أقولش مسلم بشرطة ومسلم نص نص ومسلم ضعيف، انت مالكش دعوة. انا ليا دعوة بان انا مواطن. وعشان كده احنا بنقول ايه، احنا محتاجين دولتنا تبقى دولة مدنية فصل الدين عن السياسة. الافلام القصيرة دي ممكن تعلم الناس يعني ايه نفصل الدين عن السياسة، مش ان احنا نبقى دولة كفرة، لا. الدين في الكنيسة والجامعة، الدين لله، الوطن للجميع، زي ما بنقول ارض الله واسعة. ما بنقولكش زي ما انت مسلم وبتروح تعيش في اوروبا وبتعيش في امريكا، ما بتقولش دول لا يدينوا بديني، لان دي ارض الله. الدين ده يعني الارض لينا كلنا، والدين ده لربنا. انا بمارس شعائر ديني في زي هنفصل بقى ونعمل زي ما المتخلفين عايزين بقى، امارات اسلامية وامارات مسيحية لتفتيت الاوطان، مش غرضهم الدين. لازم نعلم شبابنا الجداد اللي هم يبدأوا من الطفولة، شباب اللي هو شاب دلوقتي واللي هو طفل وهيبقى شاب في المستقبل، يعني ايه مواطنة، يعني ايه انتماء. مش هطلع اقول له مسلم ومسيحي ايد واحدة، لا، ما هو المسلم والمسيحي غصب عنه وعني ايد واحدة، لانه مواطن واحد على ارض هذا الوطن. لازم افهم هذا المتلقي الشاب او المضلل أو المغيب أو المسممة أفكاره، إن الانتماء للوطن ملوش علاقة بدينك. تراب أرضك ده وانتمائك ليه والعمل على مصلحة هذا الوطن ووحدته وعدم تفتيته وعدم بيعه للآخرين، والاحتفاظ والمحافظة عليه، إنك تشارك في تنميته، ها؟ ده ملوش علاقة انت بتدين بأنهي دين. لكن دينك لو انت متدين عن حق، سواء مسلم او مسيحي، هتعرف تبقى منتمي عن حق لأرض هذا الوطن. لان مدعين الدين المتطرفين اثبتوا انهم غير منتمين لهذا الوطن، وكانوا عايزين يبيعوه، ومنتمين لتنظيماتهم الدولية. فلازم نفرق بين الانتماء للوطن وبين ديني اللي أنا بدين بيه. دي كلها حاجات لازم من خلال وسيلة سهلة فعالة قوية التأثير وسريعة التأثير، وهي الفن، إن أنا أبتدي. وعش كده المهرجان ده مثلا أنا أمنية حياتي أعمله في دلجة، مش أعمله في القاهرة، في الصعيد، في كل بؤرة إرهابية أو بيتجمع فيها الإرهاب،
ننزل وما يبقاش في مكان واحد، ننزل ونحط شاشة عرض ونعرض ونتناقش ونقول، يبقى مهرجان متنقل مش مهرجان لأصحاب الفساتين والبدل، لا مهرجان للناس، يبقى المتلقي بتاعي شريحة من المجتمع المغيبة المضللة، اللي الفن يبقى ممكن يجيب نتيجة معه. ده أمنيتي من المهرجان ده، ولو ما تعملش بالشكل ده مش هشارك فيه. حيث شايفة ازاي الأحداث الإرهابية اللي بتشهدها مصر من بعد ثورة 30 يونيو؟ يعني بصي الإرهاب مش هيخلص، والإرهاب هيخرج لنا بأشكال عديدة جدا، والإرهاب مش بس جاي من المتطرفين الدينيين، الإرهاب الأكبر والخيانة الأكبر من يدعوا الوطنية وهم جواهم خائنين، لأن دول بيبقوا مستترين. فإحنا لازم نتكاتف لسقوط الأقنعة سريعا عن الوجوه، ونتكاتف في أن لازم ما يبقاش في أحزاب على أساس دين، لازم لا يبتزنا حزب النور ولا السلفيين، ولازم الشعب بتبقى وقفته الجامدة القوية دلوقتي ضد السلفيين والجماعات الإسلامية. انتوا قابلين سنين عمركم كلها تقعدوا بدستور 71، لا قلتوا رأيكم ولا قلتوا نعدل ولا كانت فرقة معاكم المواد اللي مكتوبة فيه ولا أي حاجة، بتتنططوا علينا دلوقتي ليه؟ احنا بنشاركهم ان احنا بنديهم الفرصة، بنشاركهم لما بنقول مصالحة، اصل ده ما قتلش فنتصالح، لا صاحب السم في الافكار تأثيره اقوى من او يعادل اللي ماسك المسدس وماسك السكينة، ده بيسمم الافكار وهيعيش للإرهاب في السن الصغير اللي هيكبر، فالإرهاب يفضل مستمر معايا وده ماسك السلاح وبيقتلني، الاتنين على نفس الخطورة. فأنا لازم حربي تبقى مع كل الجماعات اليمينية المتطرفة كلهم، لأن كلهم في سلة واحدة وإن اختلفت المسميات. فأنا لا أفصل بين إخوان وسلفيين وجهاديين ونكحيين ومش عارفة إيه، كله في سلة واحدة، كله يدين بأفكار هدامة للوطن، كله غير منتمي، كله ما بيهموش غير مصلحته الخاصة. لكن أنا أقعد أقول أصل شكلي برة فلازم أقول أحطهم جنبي، لا، وهم يتجرؤوا، لاني بصي اذا انت اكرمت الكريم ملكته واذا اكرمت اللئيم تمرده، لما بتدي اللئيم يقولك هل من مزيد، لكن الكريم اما بتديله بيعترف باللي انت بتديهوله، خلاص مش عايزين 219، لا هننسحب، لا هنقوم عليكم الدنيا ويرفضوا، انت بتهددني؟ لا ده انت اللي تقعد ساكت زي ما قعدت 40 و50 و60 سنه ساكت، زي ما بتروح تعيش في انجلترا وبتعيش في امريكا وبتعيش في كل دول اوروبا وانت ماشي على قوانينهم غصب عن عينك وراضي، زي لما بتستعين بيهم ضد بلدك وتيجي هنا تقول لي اصل انا عايز كل من جه على هواه يحط لي حاجه في الدين لما يجي مزاجي عشان احكم عليكي بيها استرجعها واستنبطها واجيبها تاني. احنا بنهرج؟ مين انت علشان تقولي انا مسلمة ولا كافرة؟ مين انت؟ انت بني ادم زيك، عايز تبقى مواطن خليك مواطن، وخليك مواطن ليك حقوق وواجبات في هذه البلد ودينك مرسو زي ما انت عايز، وربنا وحده هو اللي يحكم عليا وعليك. اهم المطالب اللي انت عايزاها تتحقق في الدستور 2013؟ الدستور طبعا باب الحريات، الحريه لا تتجزأ، يعني حريه العقيده والاعتقاد وحريه الراي وحريه الابداع،
مبدأ المواطنة لازم يرسخ لمبدأ المواطنة، لا تمييز ولا تصنيف على أساس دين أو عرق أو لون أو جنس أو هوية حدودية. يعني أهلنا المصريين في سيناء وأهلنا المصريين في النوبة تتنزعش منهم حقوق، ما يقلش مصرية عني خالص، ما فيش أي تمييز ولا تصنيف. حقوقي وواجباتي تبقى كمواطن مصري، وما بقول حرية العقيدة والاعتقاد اللي هي الدين ده بتاع ربنا، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وعندنا ربنا وعندنا آخرة نتحاسب، وكلنا عاقلين وراشدين وكبار، ولو كنا صغيرين هنكبر ونعي ونفهم، وربنا ادانا عقل يعني ادانا نعمة، واللي يكفر بنعمة ربنا يبقى كافر. فانت لما تعوزني اكفر بنعمة ادهالي ربنا وهي العقل وامشي وراك زي الخروف، يبقى انت عايزني اكفر، وانا مش هكفر، انا هستخدم عقلي لاني انا بحب استخدم نعم ربنا اللي ادهالي. فهنا انت ما تستخفش بعقلي وتقولي اصلي طيب مبادئ وانا هفسر بقى الشريعة اللي على مزاجي في ميدان. انت تستخف بقى اقول مين ده؟ الغبي اللي يفتكر ان الاخرين اغبياء او يفتكر انه اذكى من الاخرين. لو انا افتكرت اني اذكى منك ابقى انا اللي غبي مش انت اللي غبي. فانت بتعامل هذا الشعب العظيم اللي ذكائه فطري، قرون استشعاره عالية قوي، وإلا ما كانش كده من كل فج عميق في 30 يونيو، من كل فج عميق عرف مين اللي هيحميه ونزل في 26 يوليو. فهمني؟ هذا الشعب الذكي بالفطرة محدش هيضحك عليه، محدش هيضحك عليه. فنانة تيسير فهمي وحشتنا جدا، وفين بقى أعمالها الدرامية الجميلة اللي كانت ممتعانة بيها؟ بصي مش مهتمة، أنا مهتمة بإني لو أقدر أعمل أي حاجة تظهر للناس، ما تظهر يعني تظهر على الشاشة ما تظهرش على الشاشة، يتسلط عليها ضوء ما يتسلطش، بس لو كان فيها إفادة ولو قد كده للمجتمع ده اللي أنا منتمية ليه فعلا، اللي بعشقه فعلا، بعشق هذا الشعب اللي أنا منه وفخورة إن أنا منه، هعمل. مش مهم هعمل فين، كلنا لازم نلغي ذاتنا دلوقتي، فكرش في مصالحنا، بلدي لازم تقف على رجليها رغم أنف الحاقدين. بنرحب بالمخرج رفيق رسمي معنا في بوابة أخبار اليوم. ازاي حضرتك يا فندم؟ أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك. بنبارك النهارده على فيلم ألو يا مصر، وعايزينك بقى تكلمنا عن الفيلم وفكرة المواطنة. يعني احنا في البداية الفيلم ما هو إلا نموذج لمشروع كبير جدا احنا عايزين نعمله، هو مهرجان يتكون من العديد من الأفلام المشابهة، الأفلام القصيرة، وخاصة أنا بأكد على الأفلام القصيرة لأنها بتحقق أكتر من هدف. أول حاجة التكلفة بتبقى قليلة، لأن معظم الأفلام الثقافية ما بتبقاش تجارية ربحية. نمرة اتنين عشان توصل للمشاهد بشكل أسرع، لأنها بتحقق وبتأكد على حقيقة موجودة في العقل الباطن لأي مواطن مصري، إن هو مصري وبس، بيتعامل على أساس إنساني، ما بيبصش للبطاقة الشخصية بتاعته قبل ما بيتعامل معاه، وده كان الهدف، وده بيبان بوضوح في الثورات ضد الظلم. يعني كل اللي قاموا بثورة من أول 19، ثورة 19، ما كانوا كل المصريين متحدين، وكان أرعب يعني أرعب الاستعمار فكرة أن يحيى الهلال مع الصليب دي ترعبه، لأن الوحدة بترعب أي مستعمر، لأنه بيعمل على هدف فرق تسد. وفي نفس ذات الوقت لما نيجي نشوف ثورة 52 برضو قامت على تكاتف المصريين كلهم مع بعض، قدروا يسقطوا نظام الملك، وبعدين نطلع في العصر اللي احنا عصرناه 25 يناير أسقطت إمبراطور عاش 30 سنة كان في صدد توريث ابنه لولا اتحاد كافة المصريين بكافة طوائفهم وكافة فئاتهم. ونفس المعجزة اللي حصلت في 30 يونيو كان هو المصري دون أي تصنيف، لكن فيروس التقسيم زرع من أجل تفتيت الدولة وتفتيت المواطن وإلهائه في الصراع بينه وبين نفسه، بينه وبين أخوه، لأن الصراع ما بيخلوش أنه يبني حضرته،
يلتفت إلى لقمة عيشه، فيفضل بالتالي يتخانق ويستورد لقمته من بره، فاللي بيديله لقمته يقدر يتحكم فيه. فإذا الإلهاء في التفتيت صناعة استعمارية. إحنا هدفنا دلوقتي من صناعة مثل هذه الأفلام هو أكتر من حاجة. أول حاجة نحن نؤكد على حقيقة موجودة في ذهن أي مواطن مصري، هو المعاملة الإنسانية. أنا بعاملك كإنسان لأنك بتعاملني كإنسان بنفس صفات الإنسان من الوفاء والإخلاص و و و نأكد على الحقيقة التانية إن إحنا بنحاول ننزع ما تم غرسه من فيروسات من قبل الإسلام السياسي. فإذا هنا أنا الإرهاب يبدأ فكرا، لا أعول فقط على وزير الداخلية في محاربة الإرهاب، ده فكر قاصر وعاجز، بل أن محاربة الإرهاب له دور جوهري وأساسي في وزارة الثقافة بإقامة كافة الوسائل لدعم فكرة أن المصري واحد، وأن التفتيت يضر الجميع المصريين بلا استثناء، وأن فكرة التفتيت ما هي إلا فكرة لإهدار كل طاقته، والثروة البشرية هي أعظم طاقة للبناء. واجهتك صعوبات أثناء توصيل رسالتك اللي يعني المواطنة في فيلم درامي مدته 8 دقايق؟ هو الفيلم الدرامي صنع القصير له صنعة مختلفة، ويجب أن يكون من يصنعه يمتلك مثل تلك الحرفية، لأنه وصول الرسالة في أقل زمن ممكن وفي أقل عدد ممكن من الكلمات وأقل عدد من المشاهد. لكن في بعض الناس ما عندهمش حرفية هذا الفن فبيجدوا أنه صعوبة، لا هي ملكة وقدرة. زي مثلا وريت الفيلم لحد من السياسيين قال لي ده مش فيلم، ده مجموعة مشاهد. قلت له طيب على كده أن أحمد رجب ما بيكتبش مقالة، ده بيكتب نص كلمة. ما يصنعه أحمد رجب من فن مستقل بذاته هو فن الإيجاز ووصول الرسالة بسرعة. هل يمكن نحن نقول مثلا أن طبيب الأطفال ما كملش تعليمه لأنه بيعالج الأطفال؟ فده فكرة قصر، لكن عايز أقول إن هي قدرة، قدرة قد يمتلكها فرد وقد لا يمتلكها. إذا امتلكها فرد يستطيع أنه يوصل بالهدف أو بالتأثير في أسرع زمن ممكن. فيلم قالوا يا مصر ده من ضمن سلسلة أفلام أنت هتقدمها الفترة الجاية، كلمني إيه الرسائل اللي أنت عايز توجهها في أفلامك اللي أنت هتقدمها الفترة الجاية؟ فيلم قالوا يا مصر ما هو إلا بيسموه في علم النفس كده زي الكاتاليست أو الحافز أو المثير أو الدافع، يعني بتشبيه البلدي كده، لو أنا شممت حد فلفل أسود هيعمل إيه؟ هيعطس. هي نفس الحكاية، أنا لو فرجتك فيلم بيثير في داخلك كافة مشاعر أن حقيقة أن التعامل الإنساني بغض النظر عن الهوية الدينية أو أي حاجة خالص، فهتثير في داخلك عشرات القصص المؤيدة لهذا الفكر، لأن كلنا عشنا مثل هذه. فهو ده المطلوب، عندما أن أنت طري فيلم بيتحدث عن هذه القضية بتخرجي في داخلك عشرات القصص في داخلك مؤيدة لهذا الفكر، دعم لهذا الفكر، أصبحت أنت المؤلفة وأنت المخرجة وأنت كل ده. فده بيسموه ريسونانس أو الاستدعاء. فده الهدف، أن أنا لما بحط أفلام زي كده وبنشرها في كافة القنوات الفضائية وكافة على النت، وعمل فيه مجموعة كبيرة جدا من الشباب سواء بالتمثيل أو بالتأليف أو بالإخراج أو حاجة زي كده، فده هيعمل تأكيد لفكرة موجودة في ده، تدعيم لفكرة أن نحن واحد بغض النظر عن شيء. إذا نحن هنا أصلنا فكر المصري ونزعنا ميكروب التقسيم اللي حاول يزرعه الاستعمار السياسي اللي هو الإسلام السياسي. الرسالة اللي عايز توضحها خلال أفلامك الجاية هي نفس المضمون بس بنفس القصص، لأن هناك مئات بل آلاف، مش قضية مواطنة، إحنا البشرية، التعامل الإنساني. يعني إحنا زهقنا مفردات ومصطلحات تم تداولها قد يكون على المصطلح السياسي، يعني المواطن ده مصطلح سياسي، أنا مواطن في دولة، لكن التعامل بيني وبين فرد هو تعامل إنساني. ما بقولكش أنت مواطنة مصرية، لا أنا لست مواطنة مصرية، لكن أنا بشوف يعني البني آدم ده كويس، تعامله كويس، إنسان وفي، إنسان مخلص، إنسان أمين، إنسان أقدر أستريح له، فأنا بتعاطف معاه وبقرب منه وبعمل معاه علاقة. قد يكون ممكن علاقة الدم بينك وبين أخوك أو أختك ممكن توصل لمرحلة المحاكم على الرغم من أنتوا قرايب وهو أخوات، ليه؟ لأنه لا تتلاقوا على مستوى الفكرة أو على مستوى السلوك. فهنا ما أصبحش العنصر الجوهري
ان انا مواطن وانت مواطنه، لا ده المواطنه على مستوى السياسي، انا مواطن لها حقوق كامله في القانون في الدوله، فده موضوع تاني. لكن انا على المستوى الفني بوصل له ان التعامل مع البشر على اساس الانسانيه اللي موجوده فيه، وده عنصر اقوى، ان الانسان يخاطب الانسان، اخو الانسان بغض النظر في الانسانيه.